بنقطع اول اشي البقدونس قطع صغيره كثير، وبعدين بنضيف شي شويه ملح فوق كم شي رشتين ثلاثه فوق البقدونس، وبعدها بنضيف اللحمه وبعدين بتنجر المقادير مع بعض، وبالاخير بنضيف الكبه النيه والبندوره، وانتي معك هيك معجوقه جاهزه. مع هيثم تجربه حياه. مساء الخير. انا اتكلمت قبل كده في حلقه سابقه عن الحرب في رمضان، ولكن الاخوه هنا كلموني علشان اشرح الموضوع بالتفصيل. في الحقيقه انا لما كنت مع السادات في حرب اكتوبر، هو اصر وقال ان هو هيخش الحرب، ولكن انا اتكلمت معاه وقلت له ان العساكر هيكونوا صايمين وتعبانين ومرهقين، لكنه في الحقيقه هو كان مصر، ورغم محاولاتي الحسيسه معاه في هذا الموضوع الا انه اصر ودخل الحرب وانتصرنا والحمد لله. لو نراجع التاريخ هنلاقي ان رمضان بالنسبه لينا مليء بالانجازات والانتصارات العظيمه. انا فاكر في سنه 624 انا كنت في غزوه بدر، وكان الواد ابو جهل ده داهيه سياسيه، لكن كان عنده قاعده خاطئه، وهي ان المسلمين في شهر رمضان مشغولين بالمسلسلات والافلام، ودي كانت قاعده خاطئه عنده، وده كان سبب كارثه عسكريه عنده الاكبر في السجل ابو جهل العسكري. ما كبرت ما تصغر وشكلي ما بحكي. مستقبل اتصال معانا محمد شاكر من ناندوز. مرحبا محمد. الو، ايوه سامعك محمد، تفضل. محمد حبيبي لو سمحت بس سكر وطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون، وطي صوت التلفزيون. نعم. من اول ما بدت برامج الفوازير واحنا نقول يا جماعه نصوا صوت التلفزيون واسمعوا من التليفون، يا الله اللي بطل نقدم. رجعت لكم تاني. انا في الحقيقه لي ذكريات جميله مع شهر رمضان. رمضان سنه 732 كنت في معركه بلاط الشهداء مع صديقي العزيز هشام عبد الملك. الحقيقه كان الانتصار ايام عظيم جدا. الشاهد من هذه التجارب ان رمضان على مر التاريخ كان شهر انتصارات، شهر انجازات. انا فاكر مره كنت في مجلس صلاح الدين ودخل عليه وزير مش فاكر اسمه، كان بيقترح عليه ان يقلل من دوام ساعات العمل في رمضان. في الحقيقه السلطان صلاح الدين غضب شديد جدا، ورمى الملف في وشه وقام وساب المجلس. خساره ان احنا ما عندناش صلاح الدين النهارده. تصبحوا على خير. بضل معك بتحط الكبة الشامية فوقها والطماطم، وهيك انت الطماطم.